سلمى يا سلامة وادينا جينا بالسلامة. سلمى يا سلامة وجينا معانا الحلاوة. الفيو المرة دي هناك على بروستا. على فكرة البروستا ديت قبل كده وشوتو كده، عارفين الاعلان بتاع اسمه ده، اعلان بتاع حكاية بتاع اتصالات، كان هناك في بروستا كده لونها احمر. ده بتاع كاش ويلز، يعني ديت جبناها دي اوتيز اصلي، حط اوتيز مكتوب عليها هنا من عند تحت هنا في البيت. العربية طلعت عند اوتويز اول مرة في 2014 من تصميم بول ديلوريان، اللي هو يبقى ابن اخ جون ديلوريان مؤسس الدي ام سي ديلوريان كلها. والعربية نفسها اسمها فيلوستا، يعني معناها سبيد، معناها سرعة بس بالايطالي هناك. على فكرة بص بالهايلايت برضه كاتب المعلومة دي هناك عشان ما حدش شاف الهايلايت. لايك تحت في الديسكريبشن. الهايلايت لوحده والفيديو لوحده. واللون ده جبناه بتاع الاولمبياد، اولمبياد طوكيو 2020 هناك. تمام جايبين هنا في الديكا ليه؟ هنا بتاع سباحة. على فكره عيب، على فكره ما ينفعش عربيه تبقى سباحه، المفروض مات سبلاش ينفع للسباحه. مش عارفين، مش عارف ليه مش عايزين يرجعوه تاني. ارجعوا مات سبلاش بقى يا جماعه.